السلام عليكم ازيكم شباب، ان شاء الله ده حل الدرس الرابع، درس كرشوف. اكيد انتوا حليتوا، واللي عرفتوه عرفتوه، واللي ما عرفتوش هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. هبقى سايب لكم في الديسكريبشن تحت فيديو بتاع شرح كرشوف، هو شرح باختصار الافكار الاساسيه اللي انت محتاجها عشان لو كنت نسيت او حاجه. اول سؤال مدينا نود اللي في النص دي اسمها ايه، وكرنت 5 امبير ده ان، وكرنت 8 ده اوت خارج منها، والاربعة داخلة فيها ان، والستة خارجة منها، وبيسألني على الكرنت ده ايه. فاحنا متفقين ان الكرنت ان لازم يبقى الكرنت اوت ده كيرشوف فيرست لو او كيرشوف كرنت لو. الان عند حضرتك الفايف، والان عند حضرتك الفور. طب الاوت اللي هي التمانية والستة، حضرتك لو ذكي او خدت بالك هتلاقي دول 9 لكن دول 14، يبقى اكيد ده ان من سي لاي. طيب انا يا عم ما خدتش بالي وحطيته في الاوت، احسبه كده هتلاقيه طلع لك نيجاتيف 5 امبير، يبقى هو قيمته 5. انت كنت فرضه اوت، انا هنا كنت حاطه اوت، فانا حاطه من الاي للسي. معنى النيجاتيف اللي طلعت لحضرتك ان هو عكسه، اتجاهه عكس الاتجاه اللي انت فرضه، يبقى هو من السي للاي، او انت خد بالك من الاول ورايح دماغك. ان ذا وزت فيجر اف اول ريزيستور ار ذا سيم، يعني دي ار دي ار دي ار دي ار. طيب الكرنت دخل هنا لقى نقطه، وفي اتنين ريزيستنس اهم ده وده، وفي بارلل معاها ريزيستنس واحده، يعني ده ار وده ار وده ار، وبعد ما اجتمعوا لقوا الار اللي هي الرابعه دي. طيب هو قال لي هنا ان في 2 امبير، 2 امبير ماشيين في 2 ار، يبقى 1 ار ماشي فيها كام؟ ماشي فيها 4 امبير، يبقى الكرنت التوتال كام؟ الكرنت التوتال 6 امبير. هل ده كيرشوف فيرست لو؟ اه، بس احنا كنا بنعمله في الدرس اللي قبل اللي فات من غير ما نعرف ان هو كيرشوف فيرست لو. جه بيقول لي اي 1 قد اي 2 قد اي 3 قد اي 4 قد اي 5، وعايز اي 6، والاجابات كلها بدلاله ايه؟ اي 1. طيب دي ان ودي ان ودي ان ودي ان واي 3 اوت، يعني اي 1 واي 2 واي 4 واي 5 ان. طب واي 3 واي 6 اوت، كلهم قد بعض شيل واحده من واحده، وهو عايز اي 6 دي بكام؟ يبقى كده 1 2 3، يبقى 3 اي 1 الاجابه سي. ان ذا اوبزيت فيجر عايز الفاليو بتاعت الكرنت. طب احنا جينا هنا لقينا الكرنت اتقسم اتنين اتجمعوا هنا، والاتنين دول بعد ما اتجمعوا هنا راحوا اتجمعوا مع الاربعة، يعني ادي الكرنت اهو اتقسم حتتين، حتة فيها الاربعة ام اللي هي دي، وحتة تانية اتقسمت 6 و12. الستة والاتناشر دول بعد ما اتجمعوا قال لك الكرنت بتاعهم باتنين امبير، وهو عايز الكرنت التوتال ده بكام. طيب 6 و12 دول بارلل، يبقى هنعملهم ملتبلاي على بلس، هيطلعوا 4 اوم، يعني ادي الاي وادي 4 اوم ماشي فيهم 2 امبير، يبقى في كام امبير ماشيين في الفور البارلل؟ هيبقى قدهم، يبقى الكرنت التوتال بكام امبير؟ كرنت التوتال هيبقى 4 امبير. خد بالك من السؤال ده، هو سؤال سهل بس الفكره كلها ان هما التلاته اه بارلل، دي بارلل مع دي بارلل مع دي، بس احنا خدنا دول لوحدهم بارلل عشان خاطر ان هما ما اتجمعوا اداني الكرنت بتاع التجميع بتاعتهم كام. فلو كنت عملت التلاته بارلل كده ما كنتش هتبقى عارف الاتنين امبير دي موقعها ايه، يعني لو كنت حطيت الاربعه كده مع السته مع ال 12 الكلام هيبقى صح، بس ما كنتش هتبقى عارف ال 2 امبير دي موقعها ايه، هي موقعها ان هي ال 6 مع ال 12 مع بعض. ماشي. ان ذا اوبزيت فيجر بريزنت بارت اوف الكتريك سيركت، عايز الاي بكام؟ عند حضرتك نود اهي دخل فيها 20 خرج 9، يبقى اكيد الكرنت هنا برضو خارج، هعمل 20 ماينس 9 هيطلع 11 امبير، يبقى في 11 امبير داخلين في نقطه بي. 11 امبير داخلين في نقطة بي، في 5 طلعوا فوق والباقي هيمشي على طول اللي هو 6 امبير. ال 6 امبير راحوا عند سي،
والتمانية امبير داخلين في سي برضو، يبقى هيتعملوا بلس تمانية وستة كام؟ تمانية وستة 14، يبقى دي 14 امبير. ايه اللي احنا عملناه؟ احنا طبقنا كيرشوف هنا اللي هو ادي العشرين ان والتسعة اوت، فكان لازم يبقى فيه اي اوت. ايه اي اوت دي؟ عملنا ماينس 3 اللي هي الحداشر اللي هي دي. جينا عند النقطة اللي بعدها اللي هي دي كده كانت ايه، جينا عند النقطة اللي بعدها النود اللي بعدها بي، قلنا 11 دي ان وخمسة دي في الاوت وفي كارنت في الاوت، حسبنا الكارنت في الاوت طلع 6 اللي هو ده. نيجي عند نقطة سي هنعمل التمانية ان والستة ان والاي اللي اوت دي، فالاي اللي اوت هتطلع 14 اللي هي دي. احنا طبقنا كيرشوف كارنت لو 3 مرات. The opposite figure represent part of electric circuit، عايز الاي بكام. هنيجي عند النود دي هنلاقي ال 12 ان والتسعة ان والاربعة ان، يبقى اكيد الكارنت اللي هنا اوت، ما هو اكيد كل ده هيروح فين، يبقى الكارنت ده اوت. طيب لو جمعنا دول هيطلعوا لنا 25، يبقى اي 1 اللي ماشي ده ب 25 امبير. طيب عند نقطة بي ال 25 امبير ان والاربعة ان، الستة اوت والاي اوت، يبقى هنعمل 25 بلس 4 ونشيل منهم الستة، تطلع الاي ب 23. ريبريزنت بارت اوف الكتريك سيركت، عايز الكرنت بكام. جه هنا 4 امبير، ال 4 امبير دي بالنسبه لنقطه ايه، هي ان داخله فيها وال 3 امبير داخله فيها، يبقى هيخرج الصم بتاعهم اللي هو كام، 7 امبير. عملنا ال 3 ان وال 4 ان والاي دي هتبقى اوت، يبقى الاي ده بكام، يبقى الاي ده ب 7. 7 امبير دي هتيجي هنا هتمشي منها هنا 1 امبير، يبقى الباقي تحت كام، الباقي تحت 6 امبير. اوبزيت فيجر، عايز الكرنت بكام برضو. تعالوا نمشي مع نود نود، لاقي الكرنت اي دي في نقطة ايه، هي ان، واتقسمت جزء هنا 2 وجزء هنا معرفوش بكام وجزء 4 كمان، يعني الاربعة دي اوت والاتنين دي اوت والكرنت اللي هنا ده اوت والاي هي اللي ان، فانا حطيت الان في ناحية والاوت في ناحية. نرجع للدرس التاني، الستة دي دبل التلاتة، يبقى الكرنت ده دبل ده، يبقى ده 4 امبير، يبقى في 4 امبير هنا تاني، تطلع الاي كلها ب10 امبير. نفس الكلام، عايز الكرنت اي ده بكام. هنلاقي ان نقطة A فيها current in والتلاتة والناحية دي خارجة. طب انا هنا معايا ال V وال R، اقدر احسب الكرنت اللي هنا، الكرنت V على R يعني 10 over 2 يعني الكرنت 5 امبير. يبقى في نقطة A، عند نقطة A في 5 امبير in ومعاهم 3 in، يبقى I1 ده بكام، يبقى I1 ده ب 8 امبير، ففي 8 امبير ماشيين دخلوا في نقطة B. 8 راح منهم 2 هناك، يبقى متبقي كام تحت ماشي، 6 امبير. عايز الكرنت I، لو مسكنا نقطة A هنلاقي الكرنت 2 امبير in، وهنلاقي ان في كرنت برضو هنا in، نجيبه بكام، هنقول ان الكرنت V على R هيطلع 4 امبير، يعني في 4 ان، يبقى الكرنت اللي ماشي او اللي خارج من ايه ده بكام، ب 6 امبير، في 6 امبير رايحين لنقطة B. وهنا نفس الكلام برضو، هنحسب الاي هنلاقي ان هي V على R هنلاقيها هاف، ففي 6 ان وهاف ان، يبقى الاجابة 6 بلس هاف ب 6 ونص امبير، هي دي الاي اللي خارجة من نقطة B. عايز I1 وI2، نمسك عندنا نود دي مثلا عندنا فيها I1 و2 امبير وفي كرنت هنا معرفوش. طيب لو مسكنا النقطة دي هنلاقي ال5 in بالنسبة لها وال1 in، يبقى ده يبقى 6. طيب الستة دخلت هنا خرج منها 2، يبقى I1 ده بكام، I1 ده ب4 امبير. لو جينا النود دي هنلاقي الاربعة امبير ان خرج منها نص، يبقى المتبقي هنا قد ايه، 3.5.
لو جينا للنود دي هنلاقي 3.5 ان وخرج 1، يبقى ده لازم يخرج. طيب هو عمله لي ان، يبقى انا هاجي اقول عند النود دي الان قد الاوت، الان كان عندي 3.5 واي 2 دي هو عملها لي ان وال1 امبير، هتطلع اي 2 بكام؟ هتطلع بنيجاتيف 2.5 امبير. النيجاتيف ده معناه ايه؟ معناه ان اتجاهها غلط. طيب لو كنا جينا عند النقطة دي برضو كنا هنيجي نقول ال2 ان، ال5 اوت، الهاف دي ان، وهو عامل لي اي 2 كانها ايه؟ كانها بالنسبة للنقطة دي كانها اوت، يبقى كنت احط اي 2 هنا اوت كانت هتطلع لي برضو كام؟ نيجاتيف 2.5 امبير. اي نقطة تشتغل فيها لازم تطلع نفس الاجابة، بس كل نقطة بالنسبة لها دي كانت ان ولا اوت تفرق. هنا عايز اي 1 واي 2 واي 3. لو مسكنا النقطة اللي في النص دي هنلاقي الانون الوحيدة هو اي 3. طيب الستة دي اوت، الاربعة اوت، الاثنين اوت، التمانية اوت، العشرة اوت، اي 3 اوت. يعني 4 و6 و8 و10 واي 3 و2 كلهم اوت ومفيش ان. طبعا ده كلام تهريج. تعمل الاي 3 هتطلع لك نيجاتيف 30، معناها ان انت تعكس اتجاهها. طيب نيجي عند النود دي هنلاقي ال2 امبير بالنسبه لها ان وال1 امبير بالنسبه لها ان واي 1 بالنسبه لها اوت، يبقى اي 1 هتطلع كام؟ اي 1 هتطلع 3 امبير. نيجي للنقطة دي هنلاقي ان الستة ان واي 2 اوت. طب الاي دي بكام؟ معرفش. يبقى نرجع للنقطة اللي قبلها هنلاقي اي 1 اللي احنا قلنا عليها 3 دي ان وال 4 امبير دي ان، يبقى اللي خارج ده كام؟ 7 امبير. طب الستة جت هنا ان والسبعة جت هنا ان، يبقى اي 2 اوت 6 بلس 7 كام؟ 13 امبير. نوع تاني من كيرشوف كارنت لو برضو هيجي يقول لك ان دي باربعة والسي بعشرة والدي بستة. خد بالك بالترتيب، دي 4 فولت، السي 10 فولت، الدي 6 فولت. هو كتبهم لك على الرسمة عشان لو ما كانش كاتبهم. طيب تعال نعمل زوم كده على الرسمة. احنا هنا ده الفولتج العالي وده القليل، والكارنت بيمشي من الهاي لللو. طيب الكرنت كان ايكوال البوتنشال ديفرنس على الار. البوتنشال ديفرنس ما بين دي ودي كام؟ اعملهم ماينس يطلع 4 والريزيستنس 4، يبقى الكرنت 1 امبير اللي ماشي فوق. لو جينا بالنسبه للنقطه دي والنقطه دي هنلاقي برضو ان دي اعلى من دي، فالكرنت يمشي كده. طيب الكرنت ده بكام؟ برضو البوتنشال ديفرنس 10 ماينس 4 ب 6 على الريزيستنس، يبقى 2 امبير. يبقى في 2 امبير ماشيين كده وفي 1 امبير ماشي كده. تفتكر الكارنت ماشي من ال سي ولا من سي ال اي؟ ما هو لو ماشي من سي ال اي يبقى كلهم اوت، لا اكيد في حاجه ان وهي ايكوال الصم بتاع دول. انت عند حضرتك هيبقى دي ب 3 امبير، طلع فوق منها 1 امبير ومشي كده منها 2 امبير. طيب المره دي انا معايا الكارنت 3 امبير ومعايا الار، اقدر اجيب بوتنشال ديفرنس؟ اه بوتنشال ديفرنس اي ار، يعني 3 في 2 ب 6 فولت، يعني الفرق ما بين نقطه سي ونقطه اي 6 فولت. مين الاعلى؟ الكارنت بيمشي من الاعلى للاقل، يعني نقطه اي اكبر من سي ب 6، يبقى اي ب 16 فولت. اعملها تاني بايدك وامشي فيها لحد ما تمشي، لان السؤال ده تلاقيه موجود كتير. بتمسك كل نقطتين تشوف الهاي فولتج واللو فولتج، يبقى الكارنت ماشي من الهاي لللو. تخلص عندك 2 برانش والتالت هتجيبه بكرش في كارنت لو، تجيب منه كارنت ايه؟ اعملها تاني بايدك وشوف. دي نفس الفكره. هنا قالك زوز الدياجرام ريبريزنت بارت اوف كلوزد الكتريك سيركت، وجه قالك كل ريزيستور عنده 3 اوم، يعني دي 3 اوم ودي 3 اوم ودي 3 اوم. فين الجزئين اللي معانا؟ معانا V و R، اقدر اجيب الكرنت، والكرنت هيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، من الهاي لللو. بوزيتيف ده معناه هاي والنيجاتيف معناه لو، مش معناه ان هي بوزيتيف ونيجاتيف الساين. ها
يبقى الكرنت اللي ماشي كده 3 على 3 ب1 امبير، وبرده الكرنت هيمشي هنا من البوزيتيف للنيجاتيف بس المره دي 12 اوفر 3، يبقى الكرنت 4 امبير. طيب في 4 امبير ماشيين كده وفي 1 امبير ماشي كده، يبقى الكرنت اللي فوق كام؟ الكرنت اللي فوق 5 امبير. تقدر تجيب الفي الفي اي ار يعني 3 في 5 ب 15 فولت. ان ذا الكتريك سيركت عايز في 1 وعايز في 2، كده احنا دخلنا على كيرشوف فولتج لوب. كيرشوف فولتج لوب بيتطبق في لوب، فحضرتك لو جاي في اللوب دي وقلت انا همشي كلوك وايز مثلا، هتلاقي ان انت التين دي انت دخلت من النيجاتيف وخرجت من البوزيتيف يبقى هتتاخد بوزيتيف، وهتلاقي ان هنا انت دخلت في البوزيتيف وخرجت في النيجاتيف فهتتاخد نيجاتيف ايكوال 0، يبقى في 2 بكام؟ ب 10 فولت. نفس الكلام لو جيت تقول همشي هنا كيرشوف سكند لو في اللوب دي كلوك وايز، يبقى هتلاقي في دي قلنا خلاص عليها ب 10 خارج من البوزيتيف يعني هي بوزيتيف 10، وهنا انت داخل في البوزيتيف خارج من نيجاتيف يبقى هناخدها نيجاتيف، وهنا انت داخل في البوزيتيف خارج في النيجاتيف وكل ده ايكوال 0، هتلاقي ان في 1 بكام؟ ب 4 فولت. كيرشوف سكند لو او كيرشوف فولتج لو بيتطبق جوه لوب، ولازم تفرض اتجاه اللوب دي سواء كلوك وايز او انتي كلوك وايز. ادي في 1 ب 4 وادي في 2 قلنا عليها بكام؟ ب 10. نفس الكلام عايز في 1 وفي 2، ممكن تلف هنا كلوك وايز، ال 12 انت داخل في البوستيف خارج من نيجاتيف يبقى نيجاتيف 12، دي خارج من البوستيف يبقى بوستيف 1، دي خارج من البوستيف يبقى 8، يبقى في 1 هتطلع 4 فولت. لو طبقت كيرشوف هنا سكند لو برضو او فولتج لو، دي خلاص نقدر نحطها ب4، بس انت خارج من النيجاتيف يبقى نيجاتيف 4، ودي انت خارج من البوزيتيف تبقى بوزيتيف في 2، ودي خارج من النيجاتيف تبقى نيجاتيف 6، يبقى في 2 هتطلع 10 فولت. يبقى 4 و10 اول اجابه خالص. كان ممكن نعمل كيرشوف في اللوب اللي بره دي، هنلاقي ال 12 دي انت خارج من النيجاتيف، في 2 بوزيتيف، 6 خارج من نيجاتيف تبقى نيجاتيف، 8 خارج من بوزيتيف تبقى بوزيتيف، وهتلاقي برضو ان في 2 طلعت ب 10. In the shown electric circuit the reading of voltmeter، عايز قرايه الفولتميتر ده كام؟ الفولتميتر متوصل ما بين النقطه دي والنقطه دي. السؤال ده دلوقتي هنحله بالذكاء، بس اما ناخد الجزء الثاني او اما الجزء الثاني من الواجب ينزل هتلاقوني حليت السؤال ده فيه بطريقه تانية. هو انا لو حطيت الفولتميتر هنا كده انا غيرت اتجاهه، غيرت مكانه، غيرت قرايته؟ لا، انا مصرف نفس النقطتين. طيب حضرتك دلوقتي لو جيت تطبق كيرشوف سكند لو هنا، يبقى هتلاقي الفولتميتر ومعاه العشرين بس هما اللي موجودين، العشرين فولت اللي هي دي، يبقى الفولتميتر هي بكام؟ هي بنيجاتيف 20، بس الفولتميتر ما يمراش نيجاتيف فهتحطها 20. ده احنا كده حليناها بطريقه ملتويه شويه، الفيديو الجاي هنحلها بستبس بلوب تاني خالص. سؤال شبه اللي فاتوا بس المره دي نركز ان هو عايز باور اكس وباور واي. طيب هنيجي نطبق كيرشوف مثلا في اللوب دي ونطبق كيرشوف في اللوب دي. اللوب اللي هي التانية هنلاقي ان انا الفور فولت دي خارج من البوستيف فهي 4، وهنلاقي ان واي دي خارجين من النيجاتيف فهي نيجاتيف، الفولتج بتاع واي ايكوال 0، يبقى فولتج واي بكام؟ ب 4 فولت. ولو جينا نطبق الناحية التانية هنلاقي ان الكي دي مثلا 2 فولت بالبوستيف عشان انا خارج من البوستيف، واكس دي بوستيف ادي فولتج اكس، والواي بالنيجاتيف يعني النيجاتيف فولتج واي اللي هي 4، كل ده بزيرو، هتلاقي فولتج اكس ب 2 فولت. طيب تعالى كده نطبق كيرشوف كارنت لو بقى اللي كنا عمالين نتكلم عليه في الاول عند بي.
هتلاقي ال 2 امبير دول داخلين في بي ان يعني، وال 3 امبير دي اوت، يبقى اكيد الكرنت اللي ماشي جوه ال 4 فولت دي هو كمان ان، وهيبقى ب 1 امبير. يبقى هنا في 1 امبير ماشي في الزد وال 3 امبير ماشي في الواي. لو عايز الباور بتاع اكس اعمله في في اي، في باتنين والاي باتنين هتطلع 4 وات. عايز الباور بتاع مين تاني بتاع واي، اعمل برضو في في اي يعني 4. فين الواي؟ الواي ماشي فيها 3 امبير يبقى 12 وات. يبقى الاجابة 4 و 12 بالترتيب، عشان هو عايز اكس الاول بعدها واي. زاوز الدياجرام ريبريزنت بارت اوف الكتريك سيركت، عايز الفولت ميتر ريدنج. طيب نيجي عند النقطه دي، هنلاقي ان ال1 امبير طالعه داخله جواها ان وال2 ان، يبقى اكيد الكرنت اللي ماشي في الخمسه ده اوت وب3 امبير. كده احنا طبقنا كيرشوف كرنت لو عند بوينت اللي فوق دي مثلا نسميها ايه، ادي ال1 امبير ان وال2 امبير ان، يبقى الكرنت اللي ماشي في الخمسه هيطلع ب3، خطوه المفروض ما نكتبهاش. تيجي بعد كده تقول لي انا هعمل كيرشوف فولتج لو ونمشي مثلا انتي كلوكوايز، فهتلاقي ان الباتري دي انت داخل في النيجاتيف خارج من البوزيتيف، يبقى دي اتاخدت بوزيتيف. وهتلاقي ان الاي ار هنا 1 ار، وهتلاقي ان الكرنت هنا 3 وفيها 5 امبير وبالبوزيتيف. شفت سولف هتجيب الار دي بكام؟ ده انت لو كنت محتاج الار، الار هتطلع ب 5 اوم. طب هو عايز الفي اللي حواليها، مش الفي ايكوال اي ار، كرنت اللي فيها 1 وهي 5 تبقى 5 فولت. The opposite diagram represent part of closed circuit، وعايز الكرنت اي 1 واي 2. لو جينا نطبق كيرشوف كرنت لو في النقطه دي، هنلاقي ان اي 2 ده ان و 3 امبير دي ان واي 1 ده اوت، يبقى الان مع بعض في ناحيه والاوت الناحيه الثانيه، الاثنين انون. طب لو جينا نطبق كيرشوف فولتج لو في اللوب دي، ما ينفعش اطبقه في اللوب دي، ها محدش يجي يقول لي اطبقه في اللوب دي. هنلاقي ان انا ماشي هنا من النيجاتيف للبوزيتيف، فهاخد ال 30 دي بوزيتيف ومفيش فولتج ثانيه، وهنلاقي ان 2 في 3 بوزيتيف عشان الاتجاه اللي انا ماشي فيه هو نفس اتجاه الكرنت، وهنلاقي ان 6 اي 1 برضو بوزيتيف عشان في نفس الاتجاه. تيجي تحل دي هتطلع لك اي 1 ب 4 امبير، لو عوضت هنا اي 1 ب 4 هتطلع لك اي 2 بكام؟ ب 1 امبير. يبقى 4 و 1 الاجابه سي. The opposite figure represent part of electric circuit، عايز value VB بكام. ناخد بالنا ان هو هنا مدينا V وهنا مدينا V، مش مدينا resistance. احنا ممكن نطبق كيرشوف current low هنا وتقول لي ان 2 دي N وال1 ده N، فيبقى الكرنت اللي ماشي في الريزيستنس دي ب 3 امبير. جميل جدا، بس احنا ممكن نحلها بالV من غير ما نوجع دماغنا ونجيب الارات. ازاي يا عم؟ هي الكرنت ماشي في الريزيستنس دي من فوق لتحت، يعني فوق اعلى من تحت، يعني فوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف، وال1 امبير دي ماشيه في الريزيستنس دي من اليمين للشمال عشان تبقى طالعه فوق كده، يعني الناحيه دي هي البوزيتيف والناحيه دي نيجاتيف. في بي مبدئيا تتاخد ايه؟ انا داخل في النيجاتيف خارج من البوزيتيف، يبقى الفي بي تتاخد بوزيتيف. ال15 فولت انا داخل في البوزيتيف وخارج من ناحيه النيجاتيف تبقى تتاخد نيجاتيف. ال10 فولت نفس الكلام، انا داخل في البوزيتيف خارج من النيجاتيف تتاخد نيجاتيف. كده الفولتج خلصوا. الناحيه الثانيه اي في ار اللي هي 1 في 5 وبوزيتيف، لان الاتجاه اللي انا ماشي فيه هو نفس اتجاه الكرنت. تيجي تحل الفي بي تطلع لك 30 فولت من غير ما تحسب الريزيستنس. ده مدينا اي 1 واي 2 واي 3 النونز، وعايز اي 1 وعايز بوتنشال ديفرنس. طيب احنا لازم 3 ايكويشن عشان نعرف نجيب 3 النونز.
اول ايكويشن هتيجي من الكي سي ال مثلا عند نقطه بي، نيجي نقول الكرنت اللي ان ايكوال اوت، فانت عندك اي 1 ده هو ان واي 3 ده ان واي 2 اوت، يبقى اي 1 بلس اي 3 ايكوال اي 2. والايكويشنز دي لازم تتظبط ان انت تدخل اي 2 جوه بالنيجاتيف ويبقى كل ده ايكوال 0 كده. دي اول ايكويشن عندك. تيجي بعد كده تقول لي همشي هنا مثلا كلوك وايز، اقول لك ماشي في كام باتري، هتقول لي دي داخل من نيجاتيف خارج من بوزيتيف، يبقى ال 18 دي بوزيتيف. احنا كده بنعمل كي في ال في اللوب اللي هو على الشمال. في باتري تاني في اللوب ده؟ لا مفيش باتري تاني في اللوب ده. في 12 ماشي فيها اي 3 ودي بوزيتيف لان اتجاه اي 3 هو نفس اتجاه الكرنت اللي احنا فرضينه. وفي 6 ماشي فيها اي 1 ودي برضو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا الكرنت كان طالع فوق واحنا منزلين تحت، يبقى دي نيجاتيف. ودي الايكويشن الثالثه الثانيه سوري. نعمل كي في ال تاني هنا، هنلاقي ان ال 21 دي داخلين من النيجاتيف وخارجين من البوزيتيف، يبقى 21 هناخدها بوزيتيف. وفي الستة ماشي فيها اي 1 بس المرة دي بوزيتيف، احنا طالعين فوق الاتجاه بتاعنا والكرنت طالع لفوق. التلاتة مع الاتنين دول سيريس، يبقى كأنهم خمسة ماشي فيهم اي 2 بالبوزيتيف. طب ادخل دول على الكالكوليتور ازاي؟ هتدوس مود شيفت مود اكوين اللي هي الايكويشن، يعني هتختار الايكويشن التانية، هيفتح لك ان هو عايز الانونز بتوعك اللي هما ال A وال B وال C وال D ده اللي هو free term. احنا هنقول مثلا ان ده I1 وده I2 وده I3. I1 في اول equation جنبها 1، دي جنبها negative 1 جنبها 1 free term ب 0. الايكويشن التانية I1 جنبها negative 6 I2 مش موجودة I3 جنبها 12 وال free term 12. اخر ايكويشن اي 1 جنبها 6 اي 2 جنبها 5 مفيش اي 3 والفري تيرم 21. هيطلع لك الاكس والواي والزد. الاكس دي بالنسبه لنا ان هي اي 1 ودي بالنسبه لنا اللي هي اي 2 ودي بالنسبه لنا ان هي اي 3. مين اللي احنا عايزينه منها؟ اي 1 هتلاقيها 1 امبير، يبقى الاجابه الاولى 1 امبير. تاني سؤال كان عايز البوتنشال ديفرنس في ال 12 اوم، فين ال 12 اوم دي؟ ماشي فيها اي 3، يبقى لازم كمان نطلع اي 3 بكام. من الكالكوليتور هتلاقي اي 3 2 امبير، يبقى البوتنشال ديفرنس بتاعت ال 12 اوم هي اي في ار يعني 2، لان دي اي 3 هي اللي ماشيه في ال 12، في 12 هتطلع 24 فولت. عايز اي 1 واي 2 وعايز في بي، 3 انون، يبقى لازم 3 ايكويشن. اول ايكويشن هتيجي من كي سي ال، نيجي مثلا عند نقطه سي دي، هتلاقي اي 2 داخله واي 1 خارجه وال 0.34 دي داخله، يبقى هتلاقي اي 2 دي ان و 0.34 دي اوت، سوري ان واي 1 اوت. الايكويشن دي لازم تتظبط، يبقى نخلي اي 1 ونودي جنبها اي 2 بس بعكس الساين ايكوال 0.34، لازم الانون في ناحيه والرقم في ناحيه. نعمل كي في ال في اللوب اللي على الشمال، فانت داخل من النيجاتيف خارج من البوزيتيف، يبقى دي 9 بالبوزيتيف و3 ماشي فيها اي 2 يعني 3 اي 2. طب بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا اي 2 في نفس الاتجاه تبقى بوزيتيف. والستة فيها اي 1 وبرضه هنلاقي اي 1 في نفس الاتجاه بتاعنا فبوزيتيف. نطبق كي في ال في اللوب الثانيه، فهنلاقي ان الفي بي بوزيتيف. ليه؟ لان احنا لافين انتي كلوك، فاحنا داخلين من النيجاتيف خارجين من بوزيتيف، وال4 اوم دي ماشي فيها 0.43، يبقى دي 4 في 0.43 والستة ماشي فيها اي 1 وده بوزيتيف وده بوزيتيف عشان في نفس الاتجاه. الايكويشن دي مظبوطه، الانون في ناحيه والرقم في ناحيه، وده الانون في ناحيه ورقم في ناحيه.
دي هندخل النون ده جوه بالنيجاتيف، فهتبقى نيجاتيف 6 اي 1 بلس الفي بي ايكوال 4 في 0.34. دي الايكويشن الثالثه. طيب نكتب على الكالكوليتور ايه بقى؟ نكتب على الكالكوليتور اول ايكويشن، احنا هنقول مثلا اي 1 واي 2 والفي بي وبعد كده الفري تيرم. اي 1 في اول ايكويشن ب 1، اي 2 نيجاتيف 1 اول ايكويشن ما فيهاش في بي، والفري تيرم 0.43. تاني ايكويشن الفري تيرم ب 9، اي 1 6 اي 2 3 برضه ما فيش في بي. تالت ايكويشن نيجاتيف 6 ما فيش اي 2 الفي بي ب 1 ودي 4 في 0.34. هتلاقي الكالكوليتور تطلع لك بالترتيب اي 1 اي 2 في بي اللي هم اكس وواي وزد. هتلاقي اكس 1.1133 وهتلاقي دي 0.733 طبعا امبير وامبير، وهتلاقي الفي بي 8.04 فولت. دي التلات اجابات اللي حضرتك هتختارهم 1.11 0.77 و 8.02. عايز اي 1 واي 2 واي 3، اول حاجه هنعملها ايه في ال 3 ريزيستورز دول؟ هنعملهم 1 اوفر 18 1 اوفر 9 1 اوفر 6، وما تنساش اللي يطلع تعمله باور نيجاتيف 1 او تشقلبه، هيطلع الثلاثه دول ب 3 اوم. برضو اي 1 واي 2 واي 3 مش معانا، فهنعمل 3 ايكويشن عشان نطلعهم. طيب اول حاجه هو مش مدينا اتجاه الكرنت، فانا هعمل الثلاثه داخلين جوه النقطه دي. الكلام ده طبعا غلط، بس انا بعمله عشان اول ايكويشن تطلع ان اي 1 واي 2 واي 3 ايكوال 0 ونبقى ريحنا دماغنا والايكويشن مظبوطه. يعني ايه الايكويشن مظبوطه؟ يعني ال 3 انونز في ناحيه والرقم في ناحيه. نيجي نمشي هنا كلوك وايز ونطبق كيرشوف فولتج لو او سكند لو، هنلاقي ان البتري دي احنا فيها من البوزيتيف للنيجاتيف يعني هتتاخد نيجاتيف، وفي بطارية تانية داخلين فيها من النيجاتيف للبوزيتيف يعني هتتاخد بوزيتيف، مفيش بطاريات تانية. ننقل الناحية التانية اي في ار، التسعة والواحد دول عشرة، ماشي فيهم انهي كارنت؟ ماشي فيهم اي ون في نفس الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه اللي هو الكلوك وايز ولا عكسه نفس الاتجاه، يبقى بوزيتيف. هنلاقي بعد كده 3 اوم ماشي فيهم اي 3، يعني 3 ملتبلاي اي 3 واي 3 دي طالعه لفوق واحنا اتجاهنا نازل لتحت، يبقى دي تتاخد نيجاتيف. نيجاتيف 3 بلس 7 ده ايكوال 4، يبقى ادي الايكويشن الثانيه بقت جاهزه. نلف هناك برضو كلوكوايز، هنلاقي ان احنا في السيفن دي من البوزيتيف للنيجاتيف فهي نيجاتيف 7، الفايف برضو من البوزيتيف للنيجاتيف فهي نيجاتيف 5، وخلاص احنا قلنا هنشيل دول ونكتب 3 اوم. ال 3 اوم مع الخمسة مع الاتنين 3 و5 و2 يبقوا 10، 10 مين الكرنت اللي ماشي فيهم؟ اي 2 في نفس اتجاهنا اي 2 ده ولا العكس؟ اي 2 طالع واحنا نازلين يبقى نيجاتيف. طيب ما تنساش برضو ان في 3 اي 3 احنا طالعين فوق وهي طالعه لفوق، يبقى بوزيتيف. نيجاتيف 7 نيجاتيف 5 يعني نيجاتيف 12 ايكوال نيجاتيف 10 اي 2 في بلس 3 اي 3. ادي الايكويشن الثالثه. هندخل ايه على الكالكوليتور؟ اول ايكويشن 1 و1 و1 والفري تيرم 0. تاني ايكويشن احنا برضو بالترتيب عايزين اي 1 اي 2 اي 3، اي 1 ب 10 اي 2 مش موجوده، اي 3 بنيجاتيف 3 الفري تيرم 4. اخر ايكويشن ما فيهاش اي 1 فيها اي 2 بنيجاتيف 10 فيها اي 3 ب 3 وده نيجاتيف 12. هتطلع 0.1 و0.9 ونيجاتيف 1، بس احنا متفقين ان النيجاتيف 1 دي امبير، يبقى هتختار 1 امبير، والنيجاتيف دي معناها انك هتعكس الاتجاه، يعني اي 3 احنا كنا قايلين ان اتجاهها اب، لا انت الحقيقي بتاعها ان اتجاهها داون، لكن دي اتجاهها زي ما هو زي ما كنا فرضينه، ودي اتجاهها زي ما احنا كنا فرضينه. ولو جيت دي 0.1
وداخله في نقطه بي، واي 2 ب 0.9 وداخله في نقطه بي، فلازم دي تبقى خارجه من نقطه بي بالصم بتاعهم اللي هي 1 امبير. السؤال ده برضو عايز الكرنت انتنسي اللي معديه في ريزيستنس 1 وريزيستنس 2 وريزيستنس 3، يعني عايز 3 كرنتس. فلو عملنا زوم كده هنلاقي ان مثلا لو خدنا نقطه دي دي او نقطه بي، دي النودز اللي ممكن نطبق فيها كرشوف كرنت لو، هنلاقي ان اي 3 داخله في نقطه دي، واي 2 داخله في نقطه دي، واي 1 خارجه من نقطه دي. يبقى اول ايكويشن اي ان اللي هي اي 2 بلس اي 3 ده الان، والاوت بتاعنا اي 1. طيب ندخل اي 1 دي بالماينس، هتبقى ماينس اي 1 او نيجاتيف اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 ايكوال 0، ودي اول ايكويشن. تاني ايكويشن نطبق كيرشوف فولتج رو في اللوب اللي على الشمال دي، فهنلاقي ان احنا داخلين من النيجاتيف وخارجين من البوزيتيف لان احنا لفين كده، يبقى التن دي هتتاخد بوزيتيف. هل في باتريز تاني؟ في باتري تاني هنا داخلين من البوزيتيف وخارجين من النيجاتيف، يبقى هتتاخد نيجاتيف. دول البطاريتين الموجودين في اللفه او في اللوب او في المثلث اللي على الشمال. طيب بالنسبه لار 2 اللي هي ب6 ماشي فيها كرنت اي 2، يبقى 6 في اي 2، هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هل الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه نفس اتجاه اي 2؟ يبقى بوزيتيف. طب الناحيه الثانيه هنلاقي 20 ودي ماشي فيها اي 1، يبقى 20 اي 1، هل اي 1 في نفس اتجاه الكرنت؟ يبقى دي كمان بوزيتيف. يبقى الايكويشن هتبقى 7 و6 اي 2 و20 اي 1، دي كده الايكويشن الثانيه. نعمل كيرشوف فولتج لو في المثلث الناحيه اليمين، هنلاقي ان احنا دي من البوزيتيف للنيجاتيف برضو يبقى نيجاتيف 3 فولت، وهنلاقي ان دي من النيجاتيف للبوزيتيف يعني بوزيتيف 8. دول الباتريز اللي في المثلث ده. بعد كده هنلاقي ال10 فيها كارنت اي 3 يعني 10 اي 3، بس اي 3 عكس اتجاه اللفه بتاعتنا. وبرضو هنلاقي الستة دي فيها اي 2 والكرنت في نفس اتجاه اللفة يعني بلس، دي هتبقى 5 ونيجاتيف 10 اي 3 بلس 6 اي 2، ودي الايكويشن التالتة. طيب هندخل ايه على الكالكوليتور؟ برضو هندخل على الكالكوليتور بالترتيب اي 1 اي 2 اي 3 فري ترم، ده نيجاتيف 1 1 1 نيجاتيف 1 1 1 والفري ترم بزيرو. تاني ايكويشن 20 اللي هي اي 1 و6 اي 2 مفيش اي 3 7. تالت ايكويشن مفيش اي 1 اي 2 ب6 اي 3 بنيجاتيف 10 والفري ترم ب5. هتطلع الاجابات في الكالكوليتور بعد ما تعمل لها ابروكسيميشن 0.22 و0.45 ونيجاتيف 0.23. هو هنا سايب لك النيجاتيف زي ما هي عشان خاطر هو اللي مديك الاتجاهات، فانت مجبر ان انت تستخدم البوزيتيف والنيجاتيف اللي هو مديهولك. لكن لو كان بيقول لك عايز قرايه الاميتر كان لازم تبقى بوزيتيف. المساله دي اسهل شويه، ثلاثة ايكويشن بس اسهل شويه. ليه اسهل شويه؟ انت لو جيت تشتغل كيرشوف كارنت لو عند نقطه بي، هتلاقي اي 1 داخله فيها ومعاك قيمتها بكام، واي 3 خارجه منها ومعاك قيمتها بكام، واي 2 داخله في النقطه ومعاكش قيمتها. يعني لو جيت تعمل كيرشوف كارنت لو هتلاقي ال 1.4 دي ان، وهتلاقي اي 2 ان، وهتلاقي ال 0.8 اوت. هتحل دي بالكالكوليتر هيطلع لك ان اي 2 بنيجاتيف 0.6 امبير. طبعا النيجاتيف دي معناها اتجاه غلط، بس الكارنت ب 0.6. طيب لو جيت تطبق كيرشوف فولتج لو في اللوب اللي على الشمال، هتلاقي ان انت في باتري وحيده هي اللي معاك اللي هي في بي 1، وماشيين فيها من النيجاتيف داخلين في البوزيتيف، فناخدها بوزيتيف، مفيش باتريز تاني. طيب بالنسبه ل 10 ماشي فيها كارنت اللي هو 0.8، يبقى 10 في 0.8 وبالبوزيتيف. وخد بالك بقى الاربعه دي مع الواحد دي سيريس، فكانهم كام؟ كانهم 5، ماشي فيهم كارنت كام؟ 1.4 وبالبوزيتيف، يعني هيطلع لك في بي 1 على طول ب 15 فولت.
طيب لو جينا نطبق كيرشوف فولتج لو برضو بس في اللوب اللي ناحية اليمين، احنا مشينا انتي كلوكوايز فخدنا في بي 2 بالبوزيتيف عشان ماشيين من النيجاتيف للبوزيتيف، وهتلاقي ان برضو الفور دي والوان دي مع بعض بخمسة ماشي فيهم كارنت اي 2 اللي جبناه فوق بنيجاتيف 0.6 وهو في نفس اتجاهنا فهو بوزيتيف، وهتلاقي التن فيها 0.8 برضو ودي بالبوزيتيف. هتحل دي هيطلع لك في بي 2 بخمسة فولت، يبقى في بي 1 قلنا 15 وفي بي 2 قلنا 5. عايز البوتنشال ديفرنس ما بين نقطة اي و بي، ما بين نقطة اي و بي البرانش اللي في النص ده، انت عندك ادي اي وادي بي وفي كارنت ماشي ب 0.8 وده 10، يبقى البوتنشال ديفرنس عبارة عن اي في ار، يعني 10 في 0.8 ب 8 فولت. عايز الكرنت اي 1 واي 2 واي 3، لو جينا نبص في الرسمة ونطبق كيرشوف كرنت لو هنا هتلاقي ان اي 2 داخلة واي 1 داخلة في النقطة واي 3 داخلة في النقطة، يعني هنعمل اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 كلهم ان ايكوال 0. طبعا هيطلع لنا حاجة او اتنين بالنيجاتيف لان ما ينفعش كلهم داخلين في نفس النقطة. طيب لو جينا نطبق كيرشوف فولتج لو في اللوب دي هنلاقي ان دي 9 فولت، هناخدها بوزيتيف لان خارجين من بوزيتيف، وهنلاقي ان الستة دي كمان بوزيتيف. طيب الخمستاشر ماشي فيها اي 3 يبقى دي 15 اي 3 بالبوزيتيف، وهنلاقي ان العشرة ماشي فيها اي 2 يبقى 10 اي 2 بس بالنيجاتيف لان اتجاه اي 2 عكس الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه، يعني 15 equal 15 i 3 minus 10 i 2 ادي تاني equation. ممكن نيجي نطبق كيرشوف فولتج لو في اللوب دي، فهناخد ال 9 دي بالبوزيتيف برضو وهناخد ال 3 دي بالبوزيتيف، وهنلاقي ان ال 10 فيها i 2 والتن اي 2 دي عكس الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه، وهنلاقي ان الفور فيها اي 1 يبقى دي 4 اي 1 وهتتاخد بوزيتيف، يبقى ادي 12 ايكوال نيجاتيف 10 اي 2 بلس 4 اي 1. هنكتب على الكالكوليتر 1 1 1 و 0 وبعد كده هنا مفيش اي 1، اي 2 بنيجاتيف 10 اي 3 15 الفري ترم 15 اخر ايكويشن اي 1 ب 4 اي 2 بنيجاتيف 10 برضو مفيش اي 3 والفري ترم ب 12. الاجابات هتطلع على الكالكوليتر 0.6 بالبوزيتيف و نيجاتيف 0.96 و 36 بس بالبوزيتيف، دي الاجابات اللي هتطلع على الكالكوليتور. خد بالك هو اللي محدد لك برضه الاتجاهات فلازم تراعي البوزيتيف والنيجاتيف. السؤال ده برضه لو جينا نشوف كيرشوف كارنت لو هنلاقي ان 2 امبير دي ان، وهنلاقي ان الاوت 0.5 والاي اللي هو مدهلنا، هنحل دي هتطلع الاي 1.5 امبير، اكتب جنبها 1.5 كده عشان ما تنساش. لو جينا نطبق كيرشوف فولتج لو في اللوب اللي على الشمال وهنمشي مثلا كلوك وايز، هتلاقي ان 12 دي هتاخدها بوزيتيف لان انت خارج من بوزيتيف، والفي بي اللي انا معرفهاش دي برضه هتتاخد بوزيتيف لان احنا خارجين من البوزيتيف، هتلاقي الفور دي مع الوان دي ماشي فيهم 2 امبير يعني 5 ملتبلاي 2 وبالبوزيتيف عشان الكرنت ال 2 امبير في نفس الاتجاه، وهتلاقي الثري والوان دول مع بعض بفور ماشي فيهم كرنت اللي هو اي اللي هو 1.5 وبوزيتيف برضو عشان في نفس الاتجاه، هتطلع في بي 1 باربعة فولت. ولو طبقنا كيرشوف فولتج لو الناحية التانية ونمشي انتي كلوك وايز هنلاقي ان الفي بي دي هناخدها بوزيتيف بس هنكتبها اربعة بقى مفيش باتريز تاني، وهنلاقي ان التلاتة
والواحد دول اجين ماشي فيهم 1.5 يعني 4 في 1.5، وهنلاقي ان الار دي لوحدها ماشي فيها هاف يعني هاف ار بس نيجاتيف عشان احنا طالعين لفوق والكرنت ده نازل لتحت. هنلاقي برضو ان الار دي بفور اوم. اول مطلوب هيبقى عايز البوتنشال ديفرنس ما بين A و B. ايه اسلك طريق ما بين ال A و B؟ الطريق اللي على اليمين ده. هتقول لي يعني ايه اسلك؟ هقول لك الجمله دي هتفهمها في الجزء الثاني من الدرس، بس ده الطريق اللي ما فيهوش باتريز. فهعايز البوتنشال ديفرنس، هتطبق القانون ده وانت مغمض، الكرنت بهاف وجبنا الار ب4 يبقى البوتنشال ديفرنس ب2، في بي جبناها ب4 وار جبناها ب4. السؤال اللي بعده عايز في بي 1 على في بي 2. هتيجي تشتغل مره في اللوب دي وتيجي تشتغل مره في اللوب دي. طيب وما تنساش الاول تطبق كي سي ال. هنا عندك اي داخله واتنين اي داخلين واي 3 خارجه، يبقى عندك اي بلس 2 اي ده ان واي 1 خارجه، فسو اي 1 ايكوال 3 اي. يبقى نكتب هنا جنب اي 1 3 اي واتجاهها كده كده نازل لتحت. طيب اللوب 1 دي احنا هناخد الفي بي دي بوزيتيف، وعندك الار دي ماشي فيها 2 اي، وعندك الهاف ار ماشي فيها 3 اي، وكلهم بالبوزيتيف. ادي هاف ار ملتبلاي 3 اي دي تنزل زي ما هي، وهاف في 3 ب 1.5 اي ار 2 بلس 1.5 3.5 اي ار، يبقى في بي 2 ايكوال الكلام الجميل ده. طيب هنشتغل الناحية التانية، هنلاقي ان في بي 1 برضه هتتاخد بوزيتيف والار دي فيها اي. لا خد بالك، الار دي مع الاتنين اي ار دي يعني 3 ار ماشي فيهم كارنت اي، ونفس الكلام الحتة اللي في النص اللي هي كانت هاف ار فيها كارنت 3 اي، يعني عندك 3 اي ار بلس برضو نص في 3 واحد ونص اي ار، يعني هتلاقي في بي 1 3 واحد ونص يبقى 4 ونص اي ار. هو عايز في بي 1 على في بي 2 يعني 4.5 اي ار على 3.5 اي ار، هتطلع 9/7. ده الجزء الاولاني من الدرس. الجزء الباقي بس لما يبقى عايز فيه بوتنشال ديفرنس او عايز فيه بوتنشال اتا بوينت، هي دي اللي هيبقى فيها تركايه. بس هي ولا تركايه ولا حاجه، احنا هنطبق برده كي في ال وكي سي ال هتلاقي الدنيا مشيت. بس ماشي ايدك في دول الاول قبل ما ان شاء الله ننزل الفيديو الباقي على الاسئله اللي ما اتحلتش. لو في اي حاجه مش واضحه ابعتولي. السلام عليكم.